مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ونشير في بدايته أنه بإمكانكم متابعتنا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية www.tunisiatv.tn أو عن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. وإليكم الآن عناوين النشرة. في ذكرى 17 لوفاة الرئيس الحبيب بورقيبة، احتفالات شعبية ورسمية تسترجع نضالات الزعيم في إرساء أسس الدولة الحديثة. الاستثمار الفلاحي دعوة إلى التجديد في المشاريع وحسن استغلال الموارد البشرية والطبيعية. وأصفاق مهرجان استقبال الموسيقات، اكتشاف أنماط موسيقية وبحث عن مكامن الإبداع لدى الشباب. توفيت اليوم تلميذة تدرس بالمدرسة الابتدائية بالرضاع من معتمدية الرقاب في ولاية سيدي بوزيد نتيجة إصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي صنف جيم، حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد محمد زاهر الأحمدي. وأوضح المصدر ذاته أنه تم تفطن إلى إصابة الضحية بهذا المرض منذ نصف الثاني من شهر مارس المنقضي، وتمت متابعتها في مرحلة أولى من قبل أطباء من الرقاب قبل أن يتم نقلها إلى ولاية إصفاق أين توفيت صباح اليوم، مشيرا إلى أن فريقا طبيا مختصا تحول اليوم إلى منطقة الرضاع لإجراء تحاليل خاصة على مياه الشرب المدرسة التي كانت ترتادها تلميذ المتوفاة والمنازل المجاورة لها. هذا وكانت مصادر صحية قد أكدت سابقا أن السبب الأساسي لارتفاع حالات الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي تعود بالأساس إلى حالة المياه المخصصة للشرب سواء في المدارس أو المنازل، والتي تتمثل أساسا في مياه الماجل التي تفتقد للمعايير الصحية الأساسية. يشار إلى أن حالة الوفاة هذه أثارت احتجاجات أولياء التلاميذ الذين منعوا أبنائهم من التحول إلى مدرستهم، وطالبوا بإيجاد حل لتكرر حالات الإصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي خاصة في معتمدية الرقاب. وفي خضم هذه الاحتجاجات تم حجز مراسل التلفزة التونسية نوف الحرشاني وعدد من الإعلاميين والمدير الجهوي للصحة ومتفقد المدارس للضغط على السلطة المركزية حسب المحتجين لتبليغ أصواتهم. ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة السيد مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد. مساء الخير سيد الوالي. مرحبا بكم، مرحبا بمشاهديك الكرام. نعم مرحبا بك سيد الوالي. في البداية، ما الذي جعل الأمور تصل اليوم إلى هذا الحد؟ ولا يشوف، هو نستعرف أنه مازال عندنا بعض نقاش فيما يخص ما صلح للشراب في بعض المناطق الريفية وبعض المؤسسات الابتدائية، ورغم لأن برنامج توا على سنة 2016 و2017 و2018 اللي من أهدافه الأساسية ربط كل المدارس بالماء صلح للشراب، إلا أنه كما تعرفوا عمنا ونسبوا حتى لنا حالة وسنا حالة هاي في بداتنا في مارس ما زالت تستنى فينا برشا خدمة. فقدنا تلميذة من تلاميذ الابتدائي متاعنا، وبهذه المناسبة نقدم تعازية معناتها للعائلة. نعم. وإن شاء الله بالتنسيق مع السيد وزير التربية والسيدة وزير الصحة. نعم. لكن سيد الوالي، نعم، منذ تاريخ التفطن إلى حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسي بسيدي بوزيد، لماذا لم يتم اعتماد طرق أكثر فاعلية، ربما أيضا أكثر نجاعة للحد أو التقليص من هذا المرض؟ لا، هو شوف، ثم مجهودات راهي قاعده تبطل كما قلت لك. انا مثلا ناخذوا عملناها في 2016، يعني عملنا ربطنا ثلاثه مدارس بشبكه الماء صالح للشراب. في 2017 عندنا قرابه 20 مدرسه، ان شاء الله زادت تكمل الاشغال، ولكن هذا ما يمنعش وانه على الغالب ما زالت الحالات هذه توقع ونتاسفوا لها برشا، ونقول لابد من مجهود اضافي لتجاوز الاشكاليات هذه. نعم سيد الوالي، ما مدى صحة خبر احتجاز مراسلنا نوف الحرشاني وعدد من الإعلاميين اليوم بسيدي بوزيد؟ هو ممكن تقدير الوقت نتاع الزيارة ما كانش في مكانه، باعتبار الأخيان وقت اللي نزلوا على الميدان كان وقت جثور وصول جثمان الطفلة. نعم. وتعرف نحن معناتها تعرف مصيبة الموت، والاهالي كانوا في وضع غير معناتها وضع حساس، وكان ثم الم كبير وغضب كبير،
هذاك ممكن اللي خلى شويه الجو يكون محتقن شويه، ولكن توا قاعدين بالحوار، قاعدين نتكلموا مع بعضنا، ونقولوا نحن بلغه الدارجه ان النفوس بردت شويه، وان شاء الله نلقاو حل، وان شاء الله بحول الله الامور كلها تصير بطرق معناتها عاديه. واضح سيد مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا على تدخلك معنا. شكرا لك. شكرا. في موضوع آخر، عاشت مدينة المنستير صبيحة هذا اليوم على وقع إحياء الذكرى 17 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، والذي حضرها رئيس الجمهورية مرفوقا بوفد حكومي إلى جانب عدد من المناضلين وجمع كبير من المواطنين. يحيي التونسيون اليوم الذكرى 17 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة الذي توفي في 6 أفريل سنة 2000، والذي ندأب منذ 17 سنة على التحول إلى روضة آل بورقيبة لإحياء ذكرى وفاته وزيارة ضريحه والترحم عليه. هذا المكان شهد اليوم انتظام مراسم رسمية بحضور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الذي تولى وضع إكليل من الزهور على ضريح الزعيم الراحل بورقيبة وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة. رئيس الجمهورية أكد في تصريح صحفي أن مشاركة الشعب التونسي سنويا في إحياء ذكرى وفاة بورقيبة فيه إجابة واضحة لمن يشكك في مسيرة بورقيبة وكفاحه. يعني تظاهرة كبيرة من كل مناطق الجمهورية، يعني هذه لربما تعطي جواب واضح للشيء اللي سمعناه منذ مدة في التشكيك في ظهر بورقيبة وفي الكفاح وفي. وبين قائد السبسي أن التعميم التعليم يعد من أهم إنجازات بورقيبة، وأن الحكومة اليوم تواصل المشوار لتبحث بخطى ثابتة لإيجاد حلول لتشغيل أصحاب الشهادة العليا. عام التعليم ما عادش احنا توا كيما قلنا أول استقلال، يعني قاموا في الأمية، ولا عندنا كثير من شباب تونس يعني اللي ما عندهمش شهادة عليا وما لقاوش شغل، ولهذا الدولة وعلى الحكومة تشرح كما أعطى رئيس الجمهورية بالمناسبة إشارة انطلاق أشغال بناء دار المحامي لحبيب بورقيبة، كما وضع حجر الأساس لإنجاز محطة النقل البري متعدد الوسائط بالمنستير مسقط رأس الزعيم، الذي حكم تونس قرابة 30 سنة ضمن مسيرة نضالية طويلة ضد المستعمر الفرنسي، ذاق خلالها النفي والأبعاد والسجن قبل أن يعود إلى تونس وينطلق في مسيرة نضالية جديدة محورها حشد الدعم الدولي لتونس انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهند وأندونيسيا ومصر وإيطاليا وبريطانيا والمغرب وغيرها من المحطات، اختتمت بتوقيع معاهدة الاستقلال الداخلي في غرة جوان من سنة 1955. وبعد سنة تمكنت تونس انتزاع استقلالها التام، وانطلق الحبيب بورقيبة في تشكيل أول حكومة تونسية، ليتم سنة 1957 إلغاء النظام الملكي وتعيين الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. وحكم بورقيبة تونس بنفس تشريعي اجتماعي وصف بالثوري، إلى أن أزاحه سنة 1987 الوزير الأول أنذاك زين العابدين بن علي، وفرض عليه الإقامة الجبرية بالمنستير حتى آخر يوم في حياته. أمنيا، أفادت وزارة الداخلية بأن الفرقة المركزية الثانية للأبحاث المركزية بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة تمكنت من إماطة اللثام عن عصابة خطيرة تتكون من 15 شخصا ينشطون في مجال تجارة العملة بالسوق السوداء. وبينت الداخلية في بلاغ لها أن أفراد هذه العصابة تعمد إلى استغلال جوازات سفر تابعة للعديد من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل في صرف معلوم المنحة السياحية المقدمة ب6000 دينار سنويا إلى عملات أجنبية. كما جاء في البلاغ أن الأبحاث والتحريات أثبتت تورط أفراد العصابة في العديد من القضايا الأخرى، وأن الفرقة المذكورة باشرت العديد من القضايا العدلية في شأنهم، موضوعها تكوين عصابة ووفاق قصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والانخراط فيها والتدليس وغسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها لهم خصائص التوظيف والنشاط المهني الاجتماعي. في مدينة تطاوين يواصل المحتجون غلق الطرقات الرئيسية والمفترقات المحورية، مطالبين بحق الجهة في التشغيل والتنمية رغم تعطل حركة المرور، فإن النشاط التجاري بالمدينة لم يتأثر.
في تداعيات تواصل غلق الطرقات الرئيسية والمفترقات المحورية بمدينة تطاوين بشكل شبه كلي، تأثرت حركة مرور المواطنين، لكنها برأيهم لم تعطل قضاء شؤونهم اليومية ولم توقف أنشطتهم التجارية. فيهم نخدموا لباس، فهمتني؟ عادي ما كلموا حتى واحد، فهمت؟ تشوف فيهم الناس كل تعدى كراب تعدى ومورا مريق، ما ثم حتى شيء. عطلت يلزم نصبر لهم شوي، ما فيها بأس، حتى يتحصوا على حقوقهم، عندهم حقوق شوية. خاطر مصحاب هذيك هي الضحي، العباد كلها ضحي، فهمتني؟ خاطر بلادنا ضحوا ونكوه. وفي المقابل أكد شبان المعتصمون سلمية احتجاجاتهم، مجددين مطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل والحد من نسبة البطالة المرتفعة بالجهة. الاعتصام هذا سلمي، واعتصام لابد مازال باش يتواصل، والبلاد مهمشة بشكل رهيب جدا. حتى شيء، الناس تخدم، الناس تخدم على رواحها وهكا ويز، ما طالبين حتى شيء. صعيبة ياسر، ما يصعب. منطقة بترولية ونسبة البطالة فيها 51%، معناها أكبر نسبة في تونس، وهي أغنى منطقة. نحبوا نقصوا من البطالة ومن التهميش. مع تواصل الاحتجاجات تستمر انتظارات المواطنين بخصوص ما ستفضي إليها زيارة الوفد الحكومي إلى الجهة مؤخرا من نتائج عملية ووعود للتشغيل. في المجال الجوي، تستأنف اليوم الرحلات الجوية بين العاصمة الليبية طرابلس وجزيرة جربة بعد انقطاع تواصل سنوات، إذ ينتظر أن تحل مساء اليوم بمطار جربة جرجيس الدولي أول طائرة قادمة من مطار معتيقة الليبي، وسيبلغ عدد الرحلات في الأسبوع بمعدل رحلتين، وذلك يومي الخميس والأحد ذهابا وإيابا عبر الخطوط الجوية الليبية، وفق ما جاء في بلاغ مندوبية السياحة الجهوية. في الشأن الفلاحي، تتواصل فعاليات الحوار الوطني حول السياسة السعرية لمياه الري بهدف تحقيق استدامة المناطق السقوية العمومية بولايات الجمهورية، وكانت ولاية قفص آخر محطة تحتضن أشغال الحوار. إقرار هذه الملتقيات تأتي في إطار إيجاد حلول لتفادي الاستغلال العشوائي لمياه الشرب والري. هي آخر محطات الحوارات الجهوية حول السياسة السعرية لمياه الري في إطار الحوار الوطني الذي انطلقت وزارة الفلاحة في إنجازه منذ فبراير الماضي ب12 ولاية ضمن مقاربة تشاركية حول القيمة الاقتصادية لمياه الري تنطلق من الفلاح ومن الجمعيات المائية ذات العلاقة. نقص الماء وقنوات مكسرة والأمور متبعثرة ياسر، وإحنا ما عدناش واصلين، الدنيا يابسة، وما نشجاش كان المندوبية، شكان المندوبية ما وصلناش حتى حل. ركوب ناخذ فيه ب 32 فرنك المتر كوب، وقت اللي نحاولوا الساعة ملتيبلي بار 108 قال معناها 3600، بينما احنا قاعدين من الثورة، من وقت الثورة نبيعوا ب 3000. شو كيفيه؟ فما دين متراكم على الجمعيات ككل. تطبيق تسعيرة مياه الري وضمان ديمومة المناطق السقوية المحدثة وتحسيس الفلاح بضرورة تثمين ما هو متاح من موارد مائية بعيدا عن الاستغلال العشوائي في مياه الري والشرب، نقاط أساسية تم تدارسها خلال الملتقى الجهوي الملتئم بمدينة قفصة حول السياسة السعرية لمياه الري. بصدد تطبيق تسعيرة مياه الري، وكيفاش تخرج التسعيرة نتاع مياه الري هذه في استغلال في المناطق السقوية. احنا خاطر المجامع قاعدة تقوم معناها كل عام يعملوا الميزانية نتاعهم على معناها وتشرف عليها دائرة الهندسة الريفية تصدق عليهم، لكن للأسف الميزانيات هذه مش قاعدة مطبقة في العديد من المجامع. استفدنا من عدد 4 مشاريع تتمثل في بناء سواقي إسمنتية بدل السواقي الترابية للتحكم في مياه الري من ناحية، وكذلك في برنامج آخر من طرف جمعية أخرى، والطريقة الجديدة هي طريقة القنوات المغمورة اللي تحد بطريقة جيدة من استهلاك المفرط للمياه الري. ولاية قفصة التي تحتل فيها الزراعات السقوية أكثر من 18,000 هكتار قادرة على أن تتحول إلى ولاية فلاحية بامتياز إذا ما توفرت لها الموارد المائية الضرورية. مشروع فلاحي جديد أبى على تحقيقه شاب من ولاية باجة، وبه حصد جوائز قيمة في مسابقة عالمية باليونان حول جودة زيت الزيتون. تألق وتتويج على الباعث الشاب يعمل على تطوير طموحه باكتساح أسواق عالمية.
ماهر بن اسماعيل فلاح شاب من منطقة مجز الباب بولاية باجة راهن على قطاع الفلاحة الذي أغرم به منذ الصغر فكسب الرهان حين تحصل على المرتبة الثالثة في مسابقة عالمية حول جودة زيت الزيتون بمدينة أثينا باليونان. الضيعة هذه معناها هي ضيعة تاريخية الحقيقة، هو جدي معناها لهنا عنده من الخمسينات، احنا لهنا شاركنا بعثنا للزويل نتاعنا كل جاي، احنا ملول انا بتي باش نكونوا انا برمي لي 50 دنانين في العالم. الحقيقة معناها مش تفاجأنا، انا زيدنا معروف به ما انه تكلاسينا معناها 30 في المستوى العالمي، ميدالية برونزية، والحقيقة هما فرحوا واحنا فرحنا ياسر. هذاك علاش معناها لازم نعرفوا الزيتون التونسي والترب هذايا ما نجم كان يعطي كان حاجة معناها باهية. هذا التتويج بالميدالية البرونزية هو ثمرة مجهود جبار وطاقة خلاقة لشاب تونسي جمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية في خدمة أرض الأجداد والعناية بأشجار الزيتون، فحولها إلى ضيعة نموذجية ذات منتوج فلاحي متنوع يطمح إلى تطويره لاقتحام الأسواق العالمية. الضيعة متاعنا معناها عندنا موارد مختلفة من تربية أغنام من دواجن واحد، هذا هو معناها خاطر كنت خوضوا لك معناها الكرينو بتاعنا كل شيء، انه الفلاح ما نجمش يهبط معناها ولا يتيح معناها في حالة معناها ما تصبش الامطار ولا في حالة هذا، لازم يجابه عن طريق دوتر معناها كرينو اللي نجم هو بيدو معناها يكون محصن مع الفلاح. زادا التونسي لازم هو بيدو يتحرك ويلقى معناها حاجات اخرين انه بدل الضيعة متاعه. تغيير النظرة التقليدية للفلاحة التونسية وجعلها فلاحة عصرية وخاصة في مجال زيت الزيتون هي واحدة من الاحلام الكثيرة ماهر بن اسماعيل الذي يسعى لكسب المرتبة الأولى مستقبلا. فو فيزي معناها ننظر نظرة معناها للأسواق، شنو متطلبات الأسواق معناها العالمية. أهم حاجة اللي عرفناها في الكونكور هذا اللي ديفو اللي عم جاي شارب شغالينا ناخذ اللي مداي دور. ماهر بن اسماعيل نموذج لفلاح متميز ورجل شجاع ارتقى إلى العالمية بإنتاج زيت الزيتون البيولوجي التونسي ونافس في أعرق الدول في هذا المجال، فنال مرتبة مشرفة جلبت له احترام العالم. في صورة مضيئة عن الناشئة وشباب الغد، تستعد التلميذة آية بن سعد من المدرسة الأعدادية النموذجية بالقيروان لخوض غمار المسابقة الدولية لأولمبياد الرياضيات. آية نموذج للتلميذ الناجح والمتميز بحصدها عديد الجوائز والألقاب. لدى عودتها من المدرسة الأعدادية النموذجية بالقيروان، تنهمك آية بن سعد هذه الأيام في التحضير لمشاركتها في أولمبياد الرياضيات، وهي مسابقة دولية تحتضنها سويسرا وتشارك فيها أكثر من 80 دولة. أما أهم أكتيفيتي وأكثر واحدة أنا تعجبني هي الأولمبياد ماتيماتيك اللي أنا ترشحت فيها باش نمثل تونس في سويسرا في أولمبياد العالمية للبنات. هي أول مرة أنا ماشية واللي معايا كل معناتها كبار على الأخر، معناتها أنا أصغر واحدة، أما الغيسان نحب نخدم بالكذا. في عالمها الصغير تستغل آية وقتها على الوجه الأمثل، فهي مولعة بمطالعة الأدب الفرنسي والإنجليزي، كما تبرع في مجال البرمجيات والحاسوب وأيضا صناعة الروبوتيك، وقد تلقت الكثير من الجوائز في عدة مسابقات وطنية ودولية. أنا من أولي من اللي كنت روزيام ماني وكاتريام ماني بريمير أنا وأختي تغرمنا بذلك اللي بروجي صغار معناها ديكراداتور جو دو لوميير كلينوتون حوايج صغيرة نصنع بروجي كل مرة نطوره. من بعد كنا علاش لي ندخلوا العام الروبوتيك اللي هو متقدم أكثر، معناتها اكتشفنا ولقينا رواحنا في العالم هذا. أن للموسيقى دور في تهذيب الذوق، فمن حين إلى آخر تعزف آية ألحانها وكلماتها الخاصة. وأنا من صغرتي نحب ديما نتعلم انسترومون، جربت تعلمت البيانو، جربت تعلمت الكمانجا والجيتار، معناتها كل مرة معناتها اللي يهمني أكثر هو الموسيقى بحد ذاتها. على صغر سنها تبدو آية بن سعد نموذجا للتلميذ التونسي المبدع، لكنها تبدو حزينة بعض الشيء، فليس هناك فضاء يجمع المبدعين في مجال العلوم في مدينة القيروان. ومن الفنون العلمية للفنون الثقافية، فمهرجان استخبار للموسيقات في صفاقس بلغ دورته الرابعة، دورة تكرم الفنان محمد سعادة وتبحث في مكامن الإبداع لدى الشباب بشكل خاص. مهرجان استخبار للموسيقات يبحث عن المختلف، دورة رابعة يؤثثها شباب مغرم بالموسيقى وباحث عن الاستثناءات تصورا وتنفيذا.
كي تعزف تو معناتها في مهرجانات كي هكا تكسب خبره يعني حاجه طبيعيه تعزف حاجه معناتها من انتاجنا الخاص انا والفرقه اللي رتونا مع بعضنا معناتها تو نعمل في بليز دو سون معناتها حاجه تعلموا منها معناتها اول مره شارك سنا شاركنا بمعزوف اسمه بلات تحويسه ما بين شويه تونسي وشويه غربي وان شاء الله ربي يوفقنا. المقطوع نتاعنا اسمه الدين دي سابل اللي هي كثبان الرمل حتى من اللباس معناتها يدل على ثقافتنا يدل على تاريخنا كذلك نخدم على التراث والمقطوع هي من لب معناتها الجو التراث والجو البدوان ان شاء الله البدوان تاع الجنوب التونسي بحت من قفصه ان شاء الله. هذا المهرجان يكرم في دورته الرابعة الفنان محمد سعادة وهو يمثل فرصة للملعين بالموسيقى لاكتشاف أنماط موسيقية مختلفة. الدورة هذه خرجنا من نطاق الطالبي جديد فيها مشينا للعموم من محترفين وهواة عملنا جائزة اسمها جائزة محمد سعادة خاصة بكل ما يشوف في نفسه امتياز ينجم يشارك كعازف ينجم يشارك فيها بأثر من أثر محمد سعادة يعاود يعصب بالطريقة اللي يحب يشوفها وعنا زوج جوائز أخرين هي جائزة العزف الفردي وجائزة الإنتاج الخاص بالمهرجان. هذا المهرجان يمثل أحد تفاصيل المشهد الثقافي في صفاقس والرهان هنا تطوير الفعل الثقافي وتطويعه لفائدة الشباب والبحث دائم على مواهب في كل المجالات. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا. في الذكرى 17 لوفاة الرئيس لحبيب بورقيبة احتفالات شعبية ورسمية تسترجع نضالات الزعيم في إرساء أسس الدولة الحديثة. الاستثمار الفلاحي دعوة إلى التجديد في المشاريع وحسن استغلال الموارد البشرية والطبيعية. وصفاقس مهرجان استقبال للموسيقات اكتشاف أنماط موسيقية وبحث عن مكامن الإبداع لدى الشباب. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية tuniza.tv.tn. نشكر متابعتكم وفي أمان الله.